السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بحد ولاد عبدون بخريبكة، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرات تنوريو الجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجال بنات ولاد بتاريخ 20/10/2024 نبدينا عند مول الطربوش الأحمر. هشام راجل درافات وعندو الحانوت في مدينة خريبكة. اللحمة الحمراء واللحمة المليحة كما تشوفوا معنا. أهلا وسهلا، الله يحفظك، الله يبارك فيك. وشحال السي هشام اليوم؟ 19. وكيدير السوق؟ الله ينزل البركة وشحال البركة الله ينزل. السلعة غالية وما كاينش البيع والشراء ولا كيفاش؟ السلعة غالية والبيع والشراء ما كاينش. حنا مزيك ديال الوقت. الله ينزل البركة. عرفتي واحد ذابح بهيمة مشى حمى شوية قال لي غير 18. كيلو؟ ايه. هشام شحال الجودة؟ الجودة داكشي اللي الحمى. هاي الجودة. 19. ديال 18. 6000. الدرافات وراجل ديما المليح، ديما المليح. ورا اللحم الجملي هذاك. اللحم الجملي والمليح. الحاج محمد خاص بالجملي هنايا في حد ولاد عبدون بخريبكة كما تشوفوا الخيرات تبارك الله تنوريو لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان والحباب تونا في المكان. ياك اللحم الجملي شحال حسب لكم الكيلو؟ 100 درهم اللحم الجملي ثمن البقري. هاد الخيرات تبارك الله. أول مرة هو قديم هنا وانت أول مرة كما تشوفوا الخيرات. ديما تدي وعدو كان ديما العدو كان هذا ما حاضرلوش العدو غانا قلت تخزن عليهم فرحان هذا ديك هارت لي ديما كنت ضعف ثانيا مرحبا والحم 18 100 من طنجه حتى للمويه كما تشوفوا اللحم الجملي في حد ولاد عبتون بخريبكة هذا الكتف تاع الجملي هذه على قرات الجملي مرحبا ودير شد الكر هذا المختار ود الحاج محمد هنايا تبارك الله والزين هانا والدروات شحال الحاج محمد؟ 200 درهم 200 درهم دروات الجملي كي دايره تبارك الله تنوريوها جميع المشاهدين مرحبا صورتك اليوم مع مول الجملي اهلا الله يحفظك شكرا مرحبا مرحبا قول لي السي قول لي شحال كبده والقلب؟ 150 درهم كبده والقلب 150 درهم هذا راه اللحم الجملي حد ولاد عبدو مرحبا تبارك الله على السي الحاج مرحبا السي الحاج انت معنا هذا الحاج محمد وتلماطي هنا في حد ولاد عبدون بخريبكة الامين تاع الكفاف ياك سبحان الله وراه ديما تتصوروا هما قلت واحد فهمتي قلت راه ديجا الامين ديال الكفاف واخا واخا ماشي مشكل ما نصوروكش لا لا مرحبا اهلا مرحبا انت وهو مرحبا انتم في قناه الزيتون مرجان الله يحفظكم لينا مرحبا الله يعطيك الخير مرحبا يلا لا وراه ود عمك وراه ود عمك يدير لي الحاج محمد شحال بعتي اليوم؟ هاك خويا شحال كيلو؟ ما حد شحال ولا ما بشحال؟ ما تيقولوش لك شحال؟ اللي عنده 100 درهم يعطينا اللي عنده 19 يعطينا وغادي واللي عنده بغى يزيد ويزيد لان غاليه قبل نفس والله الا تيجي يوم انا كانت لي انا سي والله مرة طيبة
المليح هايا. المليح كاين. لا ما عندي ما نقول. لا هو ما تيفصلش اللحم اللي جات يعطيه. هذا راه الدين ود العميري هنايا في حد ولاد عبدون بقريبكا. تبارك الله هذيك الدواره. وشحال هاد الدوار تقريبا؟ 6000 ريال 6000 6000 8000 تبارك الله. يقول الحب شحال غادي تبيع ايه؟ الحب اخويا 100 درهم 100 درهم 19 100 درهم 19 الحب ديال 10000 كاين هناك الحانوت؟ كاين هناك الحانوت الوزنة 1800 الوزنة 1800 واللي بغا كيلو ولا جوج؟ 18 19000 واخا قالك السلعة رجعت واللحم واخا لا رجعوا والو الحب انت عارف كلشي بشحال بشحال راك الحب راك 18 19 18 19 هي اللي كاينه هي اللي كاينه فعلا 18 19 هي اللي كاينه كما قال لنا راه الدين ود الاميري هنايا في حد ولاد عبدون بقريبكا جات الحانوت غادي تبيع فيه الحانوت 19 ووزنا 18 وزنا 18 100 هنا ولا في الحانوت؟ هنا ولا في الحانوت فين عندك الحانوت؟ في المسيرة ورا مدرسة المنبت في المسيرة جيت مدرسة المنبت قزار بني امير بعدا رودينا وتباها واخا تا ماما تصورت كلشي صوري واخا تا هاد الراجل تي جداها مشرف انا صورتكم كاملين مرحبا مرحبا تاتي مشاهدة تاتي يلا مرحبا مرحبا يلا واخا هاد الخيرات عند ولاد سعود بمدينة حد ولاد عبدون بخريبكا كما تشوفوا اللحمة الحمراء واللحمة الزينة تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون المرجان هذا بن سعود في حد ولاد عبدون وراه عندو الحانوت في مدينة خريبكا اللحمة كي دايرة تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان واللحمة بتعلق في المكان راجل بقي وراجل زين والمليح ديما في حد ولاد عبدون بخريبكا ابراهيم ها هو جا ياك التوجيه ياك مرحبا واش فريمه تاكو بغيتو فريمه سي مصطفى كي داير بخير هذا مصطفى خادم الغنمي والبقري والعنسي كما تشوفوا معنا في حد ولاد عبدون بخريبكا جديان زينين وملاح وتاكو راجل معلم وراجل درافات وصاحبنا تبارك الله على سي مصطفى وبشحال باتي هاد الخيرات سي مصطفى 2400 الغنمي ولا العنسي وهذاك البقري شحال؟ 100 لا راه قال لك شويه رجع قالوا لي غير 95 قال لك 95 هذا تاكو تعود في مدينة خريبكا هذا راه الدين تاكو تعود وهذا مصطفى صاحبنا جارو هنايا في حد ولاد عبدون ياك سبت الفقراء الدرافات كان المرحوم الله يرحمه ورحم والدينا والمسلمين كافة اجمعين وبشحال باتي الخيرات اليوم 1900 ويني لوك الساعة السلعة لا كاين ما يدار ما نكذبوش الله كاين ما يدار شوفوا معايا اللحمة أتلامي تأسفت الفقرة ترجمة
هذاك الطرف زوين انت اللي داوي راه كيلعب الدريات الطرف مهبر شحال بعت يا هاشم اليوم؟ 19 الله يهديك عزيز عن خاصنا رابحين معاكم في الحمد كي تشوفوا احنا عند السي محمد راجل درافات وراجل زين واني دابا اخير مكان اليوم اخير مكان اخويا المليح بزاف فوقت كاع اها وبشحال باش تبيع اليوم؟ 90 درهم 90 درهم رجعتوا رجعت لا مازال داك الشيء مع ياك مازال غادي ترجع ان شاء الله بانت لك خرجه السي محمد درافات ثمن زوين اخويا قال لنا 90 درهم اللي كاينه اليوم في حد ولاد عبدون بخريبكا الطرف تاع فيلي زين وكما تشوفوا هو دريويش هنايا